تمرين الكارديو يا جماعه زي ما احنا عارفين، يا اما تبقى مثلا على الاجهزه زي المشايه او العجله او كده، وممكن في تمارين ممكن تلعبها على الارض لو انت مثلا بتلعب تمارين في البيت الصبح، في كام تمرينه كده ممكن تحافظ عليهم. ولو انت زي ما اتكلمنا في موضوع الاكل، اكلك مظبوط، التمارين تفرق معاك جدا جدا في التخسيس وتساعدك في ان انت نفسك يتظبط. وهوري لك برضو اهم 3 تمارين فيه. هشرح لكم دلوقتي اهم 3 تمارين كارديو ممكن نلعبهم يحرقوا معانا سعرات حراريه، ممكن تلعبهم في البيت، ممكن تلعبهم في الجيم. هوري لكم اول تمرينه. في تمرينه ثانيه. وفي تمرينة تالتة. في التلات تمارين دول ممكن نلعبهم يحرقوا معانا سعرات كويس، ممكن تلعبهم في البيت، ممكن تلعبهم في الجيم. نلعبهم تبدأ ب30 ثانية، ممكن تزوده من دقيقة دقيقة ونص على حسب ما تقدر. فوائد الكارديو طبعا زي ما قلنا بتحرق معانا سعرات كويسة، بتساعد على التخسيس، بتظبط النفس، كل دي حاجات مهمة طبعا للشخص الرياضي.